الرسالة واضحة، وأنه هذا السعب الكيان، هذا رئيس الحكومة اللي أعطى لهم السياسة واحد القرب للمواطنين، اللي أعطى لهم واحد الصورة ديال التفاعل الحي والمباشر، وأكد بدون تصنع أنه رئيس حكومة يشبه المغاربة في كلامهم، في تعبيرهم، في انشغالهم، إلى آخره. هذا النموذج يجب إن لم يسقط بإسقاط الحكومة، يجب أن يسقط بإسقاط صورته وبيانه في صورة أنه عميل لدولة أجنبية، وأنه إرهابي متصل بتنظيم إرهابي معروف، إلى آخره. ثم طبعا توالت الخرجات التي تعرفون تفاصيلها إلى أن انتهت إلى حالة من القبح غير المسبوق في خلط الخاص بالعام واتهام الناس في أعراضهم وما إلى آخره. ونقول لكم بكل أمانة أن هذا الموضوع اليوم لم يعد سؤال حزب العدالة الكويتي والبلد، ولا سؤال رئيس الحكومة، ولا سؤال الشغل، ولا أي واحد. هذا اليوم سؤال يطرحه علينا ما يلي: هل السياسة في المغرب يمكن أن تمارس بطريقة لها قواعد لعب واضحة، أم يمكن أن تشبه مباراة ملاكمة حيث يعني الأيدي ديال المتلاكمين كاينة في كل القفاز، ولكن في لحظة معينة يمكن واحد اللاعب أو ملاكم يجي بالموس يضرب صاحبه في الملعب ديال الملاكمة خارج قواعد اللاعب. وإذا أقول ما يلي: هل اتهام رئيس الحكومة بالاتهامات والوزراء بالاتهامات، أول تهمة في السياق كانت لما قيل بأن وزير يعني التجارة والصناعة ساعات أستاذ عمارة أنه يعني لما ذهب في زيارته إلى الكونغو فيما أذكر أو الجابون، يعني أنه استغل هذه الزيارة لكي يقوم ب شرب الخمر وأداء فاتورة قنينة من الشمبانيا. كانت هذه أول لغيت، وبدأت الأمور تدور إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هل السؤال اليوم سؤال محوري في السياسة؟ هل يمكن اليوم يعني إسقاط صورة بن كيران أو حكومة بن كيران بالبدائل السياسية، بالنقد موضع البرامج، أم باعتماده هذا النوع من اللغة والنظام الإنساني؟ على المستوى الشخصي أنا عندي تجربة الحمد لله عريقة في هذا الشيء. تذكرون أنه أول اتهام على هذا المستوى ديال المعارضة كان في قلب البرلمان مرة أخرى، لما جاء رئيس فريق وواجه رئيس الحكومة وقال له إن الوزير الشوباني ذهب إلى تركيا لكي ينصب ابنه رئيسا على جمعيتين من الجمعيات هناك، وكان التحدي فوري: إما أستقيل أو يستقيل. هذا بعد المستوى في نقاط السياسة المهمة. ومع ذلك رجع مرة أخرى إلى الموضوع وبصورته لكي يقول إن هذا هو الدليل، ولما واجهناه بالأدلة الحقيقية وأكدنا على الاستقالة إما أستقيل أو يستقيل، لم يستقيل طبعا ولم يعود إلى الموضوع. ثم جاءت حكاية أخرى، وهي لما ذهبت كأي مواطن لكي أسجل بحثي في الدكتوراه في الجامعة، وتعرفون بحث القصة، واتهم الوزير بأن غصت على مقعد طالبة في كذا وكذا. هذه القصص تطرح سؤال عميق ليس علينا كأشخاص، على الفضاء العام، على المجال العام. ونقول بمناسبة أهم جدلا، لنفرض جدلا، أن السمكيران في كل هذه المواصفات كما قيل في أنه يكذب على المغاربة وبأنه داعشي وبأنه موسادي وبأنه كذا وأن فلان كذا وأن فلان كذا، هل أن هذا الأمر صدق جزئيا أو كلي من طرف المجتمع المغربي؟ السؤال: هل من يقوله مرشح أن يقوم مقام السمكيران؟ هذا هو السؤال. لنفرض جدلا أن كل الادعاءات صحيحة، هل صاحب الخطاب ومعارض المتجر للخطاب هل يشكو اليوم بديل يمكن لمغاربة أن يختاروا هذا البديل؟ السؤال يطرح للجميع ويستوجب نقاشا في مستوى هذه الأسئلة.